ورجعنا لكم وفقرتنا التانية من الأهلي خط أحمر. ما تنسوش هاشتاج توقع طريقة لعب النادي الأهلي بكرة، وهنستعرض أكيد آراءكم على مدار الحلقة، وفي نهايتها هيكون لنا عندها وقفة، ولكن عندنا وقفة عند شيء آخر. إحنا كما عهدنا بيكو يعني على مدار حلقات البرنامج عندنا فقرة فارو، بنقف فيها عند كل ما يخص الحالات التحكيمية من بداية الموسم. هو الموسم اللي فات يعني نعتقد ان احنا ادينا بلاء حسنا وكنا معاكم على مدار الموسم يا أسامة، لحد ما جينا وقفنا عند عدد نقاط لينا وللمنافس، وازاي ده اثر في شكل بطولة الدوري. والله يا فارس، هو من بداية البرنامج واحنا كنا واخدين على عاتقنا فكرة فار روم. ليه؟ لان كنا بنسمع دايما ان الاهلي بيحقق بطولات بالتحكيم، فخدنا الرهان اننا مع بداية البرنامج يكون عندنا فقرة خاصة بالتحكيم. مش هنقول وجهة نظرنا، هنقول وجهة نظر خبراء التحكيم. ولما تراهن على فقرة من بداية الموسم فانت عارف كويس قوي وعلى يقين ان ما يروج لفكرة الاهلي بيفوز بالتحكيم ده خطأ وغير صحيح بالمرة. وبالفعل خلال الموسمين اثبتنا في النهاية ان اكثر الفرق تضررا في الصراع المنافسة على البطولات في الدوريات الدوري المحلي وكاس مصر بيكون النادي الاهلي، برغم وجود تقنية الفار. ويمكن حتى واحنا فايزين بالدوري كان عندنا تعقيبات على اخطاء حصلت من بعض الحكام المصريين، فبالتالي بنكمل رهاننا مع الموسم الجديد في فقرة فار روم، وعارفين ان احنا هنوصل في نهاية الموسم لعدة اخطاء بالتأكيد لن تخلو كرة القدم من الاخطاء التحكيمية، ولكن نتمنى الا تكون مثل الموسم الماضي. ان شاء الله يكون حتى مع الأضرار التحكيمية والأخطاء التحكيمية النادي الأهلي بطل للدوري هذا الموسم. ودي الرسالة والقاعدة اللي لازم توصل للاعبي النادي الأهلي تحديدا. ركز في التسعين دقيقة، ركز في الملعب، اوعى تشغل بالك أبدا بأي خطأ تحكيمي يواجهك في أي مباراة. كن قادر على أنك تفوز حتى على هذا الخطأ التحكيمي، لأن في مسافات فنية بينك وبين أقرب منافسينك. ان شاء الله اللي حصل الموسم اللي فات ما يتكررش الموسم ده، وبنكون سعداء. الناس بدات كان الاول بيكلمونا دايما عندكم ايه في رومونتادا ومين ضيوفكم، بقى كمان مرتبطين بفار روم، وكمان بنكون سعداء باشاده بحكام سابقين بيتكلموا دايما عن الفقره، لان احنا عندنا منهج دايما بيستند للحكام مش لاراء او وجهات نظر شخصيه. عندنا بدايه فقرتنا وبدايه الموسم الجديد وبدايه الجدل كالعادة. وهو كالعادة إثارة الجدل في لعبتين يخصوا مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، كانت تغريدة لخالد الغندور كالمعتاد، محاولات للضغط على النادي الأهلي، بتتكلم عن فضيحة تحكيمية. قمة الفضيحة التحكيمية، يعني في مصطلحات ما ينفعش تعديها. معلش سبت حتة القمة دي لأنها مرتبطة بالنادي الأهلي فما ارتبطتش باللي كاتبه هو. قمة الفضيحة التحكيمية لما ديانج يحصل على إنذار تاني وهي طرد مباشر والفار لا يتكلم مع الحكم ويؤكد له انه طرد مباشر. طيب احنا هنا هنستعرض بما ان الكلام تناول النادي الاهلي وتناول حالات تحكيميه تخص النادي الاهلي، هنستعرض ما يخص النادي الاهلي باراء الحكام، وهنستعرض ايضا مباراه المنافس امام انبي عشان نقف فعلا مين اللي كان استفاد من التحكيم ومين الذي لم يستفاد من التحكيم بل بالعكس اخذ حقه. يمكن في تخوف من مشاركة ديانج أمام نادي الزمالك، لو أعتقد ما كانش مباراة تالتة هي مباراة نادي الزمالك ما كانش أثير الكلام ده خالص، بس البعض بينسى وذاكرته بتخونه أن مباراة القضية الشهيرة ديانج ما شاركش فيها وكانت قضية أفشة بتحسم البطولة. بس إحنا هنا النهاردة زي ما قلنا معاكم مش هنرد بكلام مرسل، عشان كده نطلع ونشوف لعبة ديانج اللي المفروض كان فيها إنذار إيه الرأي القانوني والفني فيها. اولا في الحالات اللي فيها دوت بالنسبه للانذار او الكارت الاحمر بنروح لثلاث اعتبارات في القانون. هل ايه الجسم المستخدم لما اللاعب عمل الخطا ده؟ كان نقول باطن القدم. تمام. راح في انهي جزء من جسم اللاعب؟ راح في جزء اللي هو البطن تقريبا. ايوه تقريبا يعني تمام، البطن وما فوقها ربما. بالظبط اتفق معاك. القوة المستخدمة هل كانت قوة عالية تمام عشان تصل إلى الحالة الطرد أو مش عالية؟ تمام. هل القدم كانت مفرودة ولا لا؟ تمام. لا، إن القدم ما كانتش مفرودة بالشكل ولا أنا بتكلم غلط؟ أنا متفق معاك جدا، بالعكس أنا بتخيل الصورة وحضرتك بتشرحها فبلاقي إن كلها منطبقة على كلام حضرتك. الحمد لله. إذا لو
رجل ديانج كانت مفروده استريت يعني ايوه ريد كارد بلا اي نقاش كارت احمر مباشره مفروض. لكن هنا الرجل كانت غير مفروده متنيه يعني عشان السيد المشاهد يفهمه ايوه اذا ينزل تنزل من استخدام قوه زائده الى التهور اللي هو الانذار وده اللي عمله الحكم رائع 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 واللي اكد عليه الفار مفهوم طيب انا عجبني جدا شرح كابتن عصام عبد الفتاح اللي مرتبط بالصوره اللي احنا كنا معلقينها على الفيديو ومثبتينها ازاي رجل ديانج بتروح لمنحنى الى اسفل بغرض ان هو يفادي اللاعب مش بغرض تعمد الايذاء وده هنا يعكس كل اللي اتقال كمان تعقيب هاني حتحوت هنا مهم جدا لانه ميوله معروفه يعني ما فيهاش حاجه كل حد عنده انتماءات ولكن هو هنا الراجل تجرد اعلاميا وقال اللي بيتقال قانونا بينطبق قدامي على الصوره اللي انا شايفها وهنا ده رد من رئيس لجنة الحكام على اللعبة دي قد يعتقد البعض أن ده كان الرأي الوحيد بص هو قد يعتقد البعض أن رئيس لجنة الحكام وارد طالع يدافع عن حكامه لأن في النهاية نجاح الحكم هو نجاح لرئيس لجنة الحكام فبالتالي وارد جدا يكون ده دفاع عن الحكم فعشان كده هنروح عشان نوصل لفكرة الإجماع على فكرة الكرة دي نروح لخبير تحكيمي آخر وهو الكابتن جمال الغندور وطبعا كلنا عارفين تاريخ الكابتن جمال الغندور كحكم وكرئيس لجنة حكام أسبق وأعتقد يعني عارفين كمان الكابتن جمال الغندور مش هيقول حاجة مش مقتنع بيها في وجود الكابتن عصام عبد الفتاح نطلع نشوف الفيديو انذار التاني أهو أدي انذار تاني ثم بطاقة حمراء واللاعب خرج من الملعب طيب وهنا في لاعب مصاب وفي وقت نتكلم فيه وفي وقت الفار والحكم يتكلموا فيه ويوصلوا للقرار اكيد حصل الكلام ده بين حكم الفار وحكم الساحه هنشوف هنا هو راح يلعب الكوره راح يلعب الكوره وعينه على الكوره ومش شايف اللاعب عشان ايه نلغي فكره التعمد مش موجوده هو هنا لعب الكوره طيب هل هو راح مباشره بالقدم بالكامل بص 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 يا كريم انا مش بحب الايه فكره ان ايه احنا في لما بنيجي نشرح للحكام بنقول في فرق بين او درجات لارتكاب المخالفه في واحد اتفاجئ بوجود اللاعب فابتدى يقلل من سرعته وفي واحد ما لحقش يقلل من سرعته فراحت بايه بقوه زايده اذا راحت بقوه زايده تستحق الطرد على طول إذا راحت وحاول اللاعب يقلل من سرعته يمكن هنا طبعا قطعت الفانيلا وظهور الجروح يمكن خلى الموضوع يعني كلنا نبص لكن هي مثل هذه الحالات عشان نكون أمناء مثل هذه الحالات بتبقى بين الإنذار والطرد يعني ممكن يبقى هو اداله إنذار تاني اداله إنذار تاني لكن ممكن تبقى طرد مباشر ممكن لكن ممكن ليه الدرجة اللي ارتكبت بها المخالفة هنا بتبقى بنسميها أقصى درجات التهور أقصى درجات التهور دي طبقا لظروف المباراة طبقا للحالة اللي قدامك أنت يا حكم يا بترفع السقف يا طب حضرتك لو موجود مكان كابتن محمد عادل أنا في الملعب هنا وحتى مع تقنية الفار أنا همشي مع الإنذار مع الإنذار يعني أنت شايف إن قرار كابتن محمد همشي مع الإنذار ليه بقى؟ لأن أنا بس هي نقطة واحدة بس اللي أنا لاحظتها إنه اللاعب لما تفاجئ بوجود المنافس ابتدى يقلل من حاول بقدر الإمكان وبالتالي هتلاقي حتى قدمه مشيت على يعني ما راح بص يا خريم في فرق بين ان انا اروح لو الكاميرا معايا في فرق بين ان اروح واصدم كده ها وفي فرق بين ان اروح وانزل كده ايوه من فوق لتحت دي معناها ان انا حاولت ان انا اتفادى لكن يعني لا تزال حسب شده المخالفه هي بين الانذار وبين الطرد تمام انا عايزكم تركزوا في مصطلحات سمعتها في الفيديو مبدئيا الكابتن جمال الغندور حسمها تماما لما اتقال ان لو انا حكم وهي بين الانذار والطرد في وجود تقنيه الفار انا هختار الانذار ولكن هو اتكلم مصطلحات هنسمعها بعد كده فعايزكم بس ايه تتذكروها معانا لكام فيديو كده درجه ارتكاب المخالفه درجه قوه المخالفه الاهم كمان درجه التهور او اقصى درجه للتهور ركزوا مع الثلاث جمل دول عشان هنحتاجهم بعد كده مع اراء خبراء تحكيمين اخرين ولكن كابتن جمال غندور فارس حسم ان هو لو حكم في وجود تقنيه الفار هي انذار ما كانش كابتن جمال غندور اخر حكم اتكلم في اللعبه دي وده احنا بندل ان الموضوع بصوا يا جماعه في فرق ما بين الخطا الصارخ اللي هو ده طبيعي لو هتسال 10 9 منهم او ال10 هيجمعوا ان هو خطا صارخ ولو الحاجه بتقبل الاراء لا احنا جبنا الاراء اللي كلها بتؤكد
او بتجزم ان ما كانش فيه تعمد. نروح كمان لكابتن جهاد جريشه لان هو كمان شاف من المنظور اللي احنا بنكلمكم فيه. الراجل راح بالستادز في الصدر ومسح على صدر اللعيب، والركبه ديانج كانت فيها التانت ما كملتش مباشر على الصدر، مسح على جسم اللعيب، وبالتالي قلت القوه وقلت السرعه وقلت الخطوره على لعيب الاسماعيلي، وبالتالي انذار مستحق لا يرتقي الى الكارت الاحمر، وانذار ثاني كان سابق قبل كده واخد انذار فخد الانذار الثاني وتم الطرد، وقرار صحيح من محمد عادل، والفار طبعا رجع اللعبه ولان اللعبه ما تستاهلش كارت احمر مباشر، وبالتالي ما استدعاش حكم المباراه عشان يشوفها، وخرج الموضوع بالصوره احنا شفناها. راي كابتن جهاد جريشه انه لا يرتقي للكارت الاحمر، ولكن عايز اقف عند حاجه. احد اهم اسباب اصابه الشامي او التعويره اللي جات له هي فكره ان ديانج لما اتفاجئ بوجوده زي ما قال كابتن جمال غندور بدا يسحب رجله لتحت. الستارز هو اللي قطع التيشيرت بتاع الشامي وهو اللي عمل كده، لان ديانج كان بيحاول يسحب رجله. لو في تعمد ايذاء مستحيل ديانج هيعمل كده، ده بالعكس كان هيفضل مصدر رجله في زاويه قايمه بحيث كانت تدفع اللاعب في اتجاه مختلف تماما، وده اللي بياكد ان حركه وتشريح رجل ديانج مختلف تماما عن فكره تعمد الايذاء.